طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، موعدنا الآن مع فيديو جديد إن شاء الله. إن شاء الله هنشتغل في الفيديو ده بارت 2، كلمات الجزء الثاني في يونت 1 اللي هم ليسونز 3 اند 4. هنبدأ بالأول بالديفينيشنز، التعريفات لأهم الكلمات في الجزء الثاني. عندي أول كلمة، كلمة بالانسد. بالانسد دي معناها متوازن. طب يعني إيه متوازن؟ هنا بيقول لي giving، إعطاء، equal attention. attention يعني اهتمام، إنك أنت لما تدي اهتمام، كلمة equal معناها متكافئ. لما تدي اهتمام متكافئ أو متساوي، to all sides or opinions، لكل الجوانب أو الآراء. عندي بعد كده كلمة bias. bias معناها تحيز. تحيز يعني تحامل، يعني انت مثلا تنحاز لحد معين، يعني رأيك بيكون معتمد مش على الموضوعية، ولكن رأيك معتمد على حبك او كرهك للشخص ده. فالتحيز ده بيقول an opinion يعني رأي، about whether a person, group or idea is good or bad، يعني انك انت تقول على الشخص او المجموعة او الفكرة كويس او سيء. that influences، يؤثر. how you deal with it، انت ازاي تتعامل معاه. عندي كلمة inaccurate يعني غير دقيق. طبعا عكسها لو شلنا المقطع اللي هو ال IN اللي هو الprefix ده، inaccurate يعني غير دقيق، not completely correct يعني غير صحيح تماما. عندي mislead. mislead يضلل، طبعا عكسها ايه؟ عكسها lead يعني يقود او يرشد، عكسها mislead يضلل. بيقول to make someone believe something، انك انت تخلي شخص يعني يصدق او يعتقد في شيء. that is not true، مش صحيح. by giving them، عن طريق اعطائه information، معلومات. that is false، يعني المعلومات دي خاطئة. or not correct or not complete يعني معلومات خاطئة او ليست مكتملة. عندي بعد كده omission. omission يعني حذف او اغفال. الحذف او الاغفال ده عبارة عن نوع من البايس، نوع من التحامل بيعمله مثلا الجورنالست الصحفي لما مثلا يحذف مثلا جزء من الخبر او ما يذكرش معلومة معينة في الخبر. فانا بقول عمل بايس عن طريق الاوميشن. فالاوميشن ده بيقول when you do not include، عندما لا تشمل. or do not do، او لا تفعل something، شيء ما. عندي point of view، وجهة نظر. وجهة نظر زي رأي كده. a particular way of thinking، طريقة معينة للتفكير. about، عن. or judging، او الحكم. كلمة judging دي معناها الحكم على situation، موقف. عندي spin، تبديل الحقائق، يعني حد بيلف ويدور كده يعني بيحور. to describe a situation، انك انت تصف موقف. or information، معلومات. in a way، بطريقة. that is intended، المقصود بيها. to influence، انك انت تسيطر او تؤثر على زاوية طريقة people، الناس think about، بيفكروا about it، بيفكروا بيها. spin، تبديل الحقائق. تعالوا بعد كده نشوف جزء الفوكابلوري، الجزء بتاع الكلمات او المفردات اللي ورد في الليسننج. عندي هنا اول كلمة عندي سلايد. سلايد يعني شريحة عرض، يعني لما تكون انت بتعرض حاجة على الداتا شو، ويكون عندك سلايدز، شرائح عرض زي الباوربوينت كده، يعني حاجات كده بنعرض عليها المعلومات او الصور. عندي ميديا كورس يعني دورة اعلامية. ميديا كورس. اتوك يعني حديث، وبتاخد فعل جيف، يعني انا بقول جيف اتوك يعني يلقي حديث. عندي بليسمنت يعني وضع او تحديد المستوى، يعني انت مثلا لما تروح تاخد كورس في اللغة، فعشان يعرفوا انت مستواك ايه، فبيعملوا لك بليسمنت تيست يعني اختبار تحديد مستوى. وكلمة بليسمنت يعني وضع، وضع شيء في مكان معين، وضع خبر في اول الجريدة، في نص الجريدة، في اخر الجريدة، بقول عليه بليسمنت. عندي بعد كده artistic content يعني محتوى فني. احنا عارفين كلمة content محتوى، artistic يعني فني. leave out يعني يحذف او يستبعد. عندي mention يعني يذكر، ومانجر يعني مدير. ناحية تانية عندي support يعني يدعم، وتيجي كاسم بمعنى دعم. عندي side يعني جانب. present يعني يقدم، جمعنا presenter اللي هو المقدم. position يعني مكان، مكان يعني موضع متغير، مكانك انت بالنسبة لشيء معين، وتجيب معنى مكانة اجتماعية. move on معناها يستكمل او يستمر. move on. imagine يتخيل، الاسم منها عارفينه اللي هو imagination. argue يجادل. انا عندي argue with يعني يجادل مع شخص، وعندي argue about يعني يجادل بشأن شيء، وعندي هنا argue for يعني يدافع عن،
وممكن برضو عندي argue against، يعني بيتجادل ضد شيء معين، يبقى دي كلها حروف جر مع argue. ممكن اقول argue against، ضد، for، من اجل، argue with the الشخص، argue about الموضوع. الفكرة جت جملة في امتحان 2022 كانت اجابتها argue with، يتجادل مع. عندي impression يعني انطباع، impression انطباع. عندي editor يعني محرر، حتى انت عندك كلمة edit يعني يحرر يعني يعدل، فالإديتور ده هو المسؤول عن الكونتنت، المحتوى بتاع المجازين، المجلة أو الجريدة أو اللي يتكتب فيه. عندي سيرتن معين أو محدد، أوميت يعني يحذف، جاي من كلمة أوميشن يعني الحذف أو الإغفال، تحذف خبر مثلا من الجريدة. اكزاكتلي بالضبط. ريكومند يعني يرشح أو يوصي بيه. عندي رياكشن يعني رد الفعل، ستاف يعني الموظفين. عندي بعد كده سوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا. طبعا انا عندي كلمة ميديا دي جمع، المفرد بتاعها ميديوم اللي هي وسيلة تواصل اجتماعي. عندي لايكلي يعني من المحتمل، تراديشنال تقليدي. عندي سيتيزن جورناليزم، صحافة مدنية. بوزيتيف يعني ايجابي، طبعا عارفين عكسها نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني سلبي. الناحية التانية امباكت اون، تأثير على. طبعا كلمة امباكت دي مثلا زي كلمة افكت يعني تأثير، وبرضه زي كلمة اسمها influence. influence برضه معناها تأثير، فأنا عندي impact on زي effect تأثير، زي influence تأثير. main يعني رئيسي أو أساسي، person يعني بالماء. يعني عندي بعد كده internet access يعني مدخل على إلى النت، يعني سماح إنك أنت تدخل إلى النت. عندي regular يعني منتظم، طبعا دي صفة الظرف منها بضيف لها اللي واي، regularly بانتظام، اللي بضيف لها الواي دي الظرف. عندي anxious يعني متوتر او قلق، يعني زي كده nervous. true حقيقي، check يعني يفحص. عندي spread يعني ينشر معلومات، ينشر اخبار امراض. false information يعني معلومات زائفة. عندي بعد كده positively بإيجابية، طبعا ده كده يعتبر ظرف، عكسه negatively. negative سلبي، سلبي دي ايه؟ طبعا دي صفة. نيجاتيفلي الظرف منها بشكل سلبي. تراب يعني يحبس أو فخ. عندي ريكورد سنو ستورم، عاصفة ثلجية قياسية، يعني ما حصلتش قبل كده. ريكورد سنو ستورم، سنو ستورم. سبيد يعني مجرفة أو جاروف. نيوز ستورز يعني قصص إخبارية، مكشور يتأكد. سوشيال اجتماعي جاء طبعا من كلمة سوسايتي اللي هي كلمة مجتمع. عندي باص لين، ممر الأتوبيس، زي حارة كده بيمر فيها الأتوبيس، باص لين. سيتي سنتر، وسط البلد. عندي انورمس يعني ضخم، الكلمة دي بتساوي مثلا هيوج أو فيري بيج أو مثلا ماسيف يعني ضخم أو هائل. عندي كوست، يكلف أو يتكلف، وتيجي بمعنى تكلفة، يتكلف أو تكلفة. عندي نيفرسلس، ومع ذلك، ده يعتبر رابط تناقض، الرابط ده من روابط التناقض، يعني الرابط ده يعبر عن الكونتراست، كونتراست يعني التناقض. عندي جايد بوكس يعني كتب إرشادية. يوروبيانز الأوروبيين، طبعا دي صفة. عندي كار هاير كومباني، شركة تأجير سيارات، لأنه كلمة هاير دي تمام يعني يستأجر. الناحية التانية عندي ريجولار اللي بانتظام، دي تعتبر كده ظرف. عندي updates يعني تحديثات أو تجديدات. constant يعني ثابت أو مستمر، constantly بشكل مستمر. cycle of news يعني حلقة من الأخبار، mostly غالبا. stressed مضغوط أو متوتر، stressed. recent حديث أو حالي، يعني ممكن أقول عليها زي current كده يعني حالي. عندي survey استبيان، survey دي بتاخد فعل do، do survey يقوم باستبيان أو استطلاع رأي. عندي business women سيدات أعمال، روت مسار أو طريق. long term plan خطة طويلة المدى، يعني بتاخد وقت طويل عشان تتنفذ. short term plan خطة قصيرة المدى بتخلص بسرعة. negative spin تبديل حقائق سلبي. accurate دقيق، طبعا عكسها لما احط لها ال prefix in يبقى عكسها inaccurate. owners يعني ملاك أو أصحاب. عندي بعد كده the public يعني العامة أو الجمهور. trust يعني يثق فيه، وتيجي بمعنى برضو ثقة، تستخدم كاسم وفعل. in general بشكل عام. control يتحكم فيه. managing editors مدراء تحرير. objective موضوعي
او هدف. يعني كلمة objective تيجي بمعنى عكس كلمة مثلا bias اللي هي يعني حاجة في تحيز او تحامل. objective موضوع عكسها biased، مثلا biased متحامل او يعني منحاز، وتيجي بمعنى هدف. current affairs، current affairs يعني شؤون حالية. online news اخبار على النت. responsibility مسؤولية، دي طبعا الاسم من كلمة responsible. electric buses اتوبيسات كهربية، electric تعمل بالكهرباء. public transport المواصلات العامة. air pollution تلوث الهواء. ذا ريدز، الريدز اللي هو الفريق الاحمر، يعني اسم بيطلق على اسم فريق زي ليفربول كده. عند ريبليس يعني يستبدل. عند اورجانيزيشنز منظمات. كوميونيتيز مجتمعات. مطر كفعل معناها يهم. عندي بعد كده مجموعة من المفردات الخاصة بمهارة كتابة الإيساي. عندي consequently نتيجة لذلك، ده يعتبر رابط من روابط النتيجة. عندي in my view من وجهة نظري. to begin with في البداية. because of أو due to دي روابط سبب، ونخلي بالنا إنه because of أو due to بيجي بعديهم اسم، تمام، لإما فعل مضاف له ing. عندي in summary باختصار. outline ملخص أو شكل تخطيطي. briefly باختصار. conclusion خاتمة. عندي contrast يعني تناقض، يعني قول لي مثلا روابط التناقض. عندي whilst بينما أو في حين من روابط التناقض. personally شخصيا. intern بدوره. underline يعني يضع خط تحته. to conclude وختاما. brainstorm يعني يعصف ذهنيا. clearly بوضوح. supporting details التفاصيل الداعمة، يعني اللي بتكون في البادي في جسم الإيساي. عندي give a reason for يعني يعطي مبرر لي. عندي topic sentence جملة موضوعية. عندي synonym يعني مرادف. persuasive essay مقال إقناعي، المقال الإقناعي ده الغرض منه إن أنا بقنع المتحدث بوجهة نظر معينة أو بيخليه يغير رأيه في حاجة معينة. عندي lastly أو finally معناها أخيرا. support يعني يدعم أو يساند. introduction مقدمة. sum up يلخص. restate يعيد صياغة. الكلمة دي جاء عنها سؤال في امتحان 2022 لما كان بيقول يعني تقريبا انه في اي جزء من المقال انا بعمل عملية restating يعني اعادة صياغة للانترودكشن المقدمة، فدي في الكونكلوجن، لان هنعرف شوية كده في الحصص يعني مش هنا انه الكونكلوجن دي بعملها بطريقتين. يعني لما اجي اعمل خاتمه للموضوع بتاعي، لا اما انا بعمل restating يعني اعاده صياغه للانترودكشن، لا اما بعمل summarizing يعني عمليه تلخيص للمين ايدياز للافكار الرئيسيه الموجوده في الايسي ككل. عندي introduce the result of يقدم نتيجه. حروف جر هام عندي by replacement بتغيير المكان، يعني لما يجي الصحفي يعمل bias يعني تحامل او تحيز عن طريق replacement. باي سبن عن طريق التلفيق. ان ذا اوردر يعني بالترتيب، خلي بالنا من ان. اون ذا بيج في الصفحه. ات ذا توب اوف يعني في قمه. باي اوميشن عن طريق الاغفال او الحذف. عندي ليف اوت يترك او يستبعد، يعني الصحفي لما ليف اوت يستبعد يعني سيرتن انفورميشن معلومات معينه، يبقى كده هو عمل بايس تحامل او تحيز عن طريق الاوميشن. باي اوميشن عن طريق الاغفال. اجري ويز يعني يتفق مع. The same as يعني نفس الشيء مثله. عندي بعد كده dig out يعني يحفر، يعني يستخرج شيء بالحفر، يعني طلع شيء من تحت الأرض بالحفر. plan for يخطط لي، طبعا دي لما يكون بعديها اسم أو verb plus ing. ممكن أقول plan to، طبعا دي بعديها الفعل في المصدر. rely on يعتمد على، طبعا rely on زيها بالظبط depend on، وزيها بالظبط count on. يعني انا ممكن اقول depend on او count on او rely on يعتمد على. عندي include with يعني يضمن مع. look out over يطل على. angry about يعني غاضب بشأن، طبعا بشأن شيء. في عندي angry with، طبعا دي غاضب من شخص. عندي careful about حريص بشأن. on social media، social media تاخد on. at other times في الأوقات الأخرى.
عندي important collocations يعني زي متلازمات لفظية، وعندي مجموعة من expressions يعني التعبيرات. عندي keep up to date with، يظل مواكبا لي. keep up to date with، trust in newspaper، يثق في الجرائد. give a lecture يعني يلقي محاضرة. take a photo، يلتقط صورة. walk home، يمشي للمنزل. عندي suggest an action أو suggest a solution يعني يقترح إجراء، لو action solution لو حل. 20 centimeters of snow an hour يعني 20 سنتيمتر من الجليد في الساعة. have internet access، لدي مدخل الإنترنت يعني لي صلاحية الدخول مع باسورد مثلا. عندي stop trusting يعني يتوقف عن الثقة فيه. make people stressed، تجعل الناس مضغوطين. ميك يجي بعديها مفعول وثم ستريس دي صفة، وممكن ميك مفعول يجي بعديها برضو تو زائد المصدر. spread false information، ينشر معلومات زائفة. avoid the negative effects، يتجنب التأثيرات السلبية. make every effort يعني يبذل كل جهد. أنا ممكن أقول make وممكن أقول في فعل تاني اسمه exert، يعني ممكن أقول exert effort يعني يبذل جهد. يبذل جهد make effort أو exert effort. make our traffic worse يعني تجعل المرور أسوأ. make مفعول ودي صفة. make the journey يعني يقوم بالرحلة، الرحلة تاخد make مش دون. give work to، يوفر عمل ليه. يعني أقول مثلا the government الحكومة are trying مثلا to give work to مثلا young people. عندي book a holiday، يحجز أجازة. spread an inaccurate or misleading news، طبعا عارفين inaccurate يعني ايه غير دقيق، misleading يعني مضلل. اخبار، طبعا اخبار دي تعامل معاملة المفرد. عندي give a balanced point of view يعني يعطي وجهة نظر متوازنة. put a spin on a story يعني يعمل ايه، يعني يبدل حقيقة القصة، بيحور يعني. first of all، اولا. feel differently about يعني يختلف شعوره بشأن الناحية التانية. عندي بعد كده support one side يعني يؤيد جانب واحد، ده طبعا حد عنده bias، تحامل او تحيز او تعصب. present an opinion يعني يقدم رأي. use emotional language، يستخدم لغة عاطفية. believe a story، يصدق قصة. share news stories، يشارك قصص إخبارية. support your point of view، تدعم رأيك فيه او وجهة نظرك. become the main source of، يصبح المصدر الرئيسي ليه، عارفين مين رئيس و source مصدر. have a negative effect on، نخلي بالنا من on بعد كلمة effect وبيجي بعدها المفعول، وعندي ال effect نفسه بياخد فعل have، أقول have effect لو مفرد has، لو ماضي had. get regular updates يعني يحصل على تحديثات منتظمة. get anxious يعني يتضايق أو يتوتر، نخلي بالنا إنه get هنا زي مثلا become يعني يصبح. check the facts، يفحص الحقائق. have a social responsibility، له مسؤولية اجتماعية. write reports on، يكتب تقارير عن، بعد on بيجي الموضوع اللي انا بكتب عنه التقرير زي on sport مثلا. open a new bus lane يعني يفتتح ممر اتوبيسات جديد يعني خط سير الاتوبيسات. reduce traffic، يقلل المرور. give an opinion، يبدل رأي. have a reason for writing يعني له سبب للكتابة. عندي most او very important يعني هام جدا، ممكن اقول most important او very important. completely different، مختلف تماما. on the other hand، من ناحية اخرى. شوف السينونيمز والانتونيمز، المتضادات والمترادفات. اول كلمة عندي كلمة balanced يعني متوازن. كلمة دي بتساوي في مرادفها stable، stable يعني ثابت، او reasonable، reasonable يعني معقول او عقلاني، او harmonic، harmonic يعني متجانس، متجانس. عكس ايه؟ unbalanced، unbalanced دي معناها غير متوازن. او عكس برضو lunatic يعني برضو يعني غير متوازن او متحيز. عندي bias، تحيز، دي بتساوي favoritism، favoritism يعني محاباة او تفضيل. او nepotism برضو محاباة او تفضيل. او tendency، tendency يعني ميل، بميل لحد يعني احد. لا عكس طبعا objectivity يعني موضوعية. او neutrality، neutrality يعني حيادية،
حيادية يعني تكون واقف كده على ايه؟ على الحياد، مش مع حد ضد حد. يبقى نيوتراليتي يعني حيادية. عندي بعد كده كلمة inaccurate غير دقيق، بتساوي false يعني خاطئ، أو incorrect يعني غير صحيح، untrue غير صحيح، misleading يعني مضلل. عكس بقى accurate، احنا قلنا accurate يعني ايه؟ دقيق، أو correct يعني صحيح، factual يعني حقيقي أو واقعي، true صحيح. عندي mislead يعني يضلل، دي زي deceive، deceive دي يعني يخدع، أو misguide يعني يضلل، أو misinform بعضه برضه يضلل أو يخدع. عكسها reveal، reveal يعني يكشف، يعني ما يخبيش حاجة، يكون كده يعني ما عندهوش تضليل، أو unveil يكشف النقاب يعني ما يخبيش، أو undeceive يعني لا يخدع. omission إغفال أو حذف، زي deletion جاي من delete، skip يعني إهمال أو تجاوز أو حذف، elimination برضو معناها حذف أو محو. عكس inclusion، inclusion معناها ضم أو تضمين، boost تعزيز، expansion، expansion يعني توسع. عندي بعد كده spin يعني يدور أو دوران، زي days برضو يدوخ، مضل، فج. عكس بقى alertness اللي هي جاية من alert اللي هي يعني اليقظة، أو عندي level headedness برضو معناها يعني حد فايق كده مش دايخ. traditional تقليدي زي classical تقليدي، أو conventional تقليدي، أو customary تقليدي. عكس current يعني حالي أو جاري أو معاصر، contemporary، contemporary يعني معاصر، modern، modern يعني ايه؟ حديث، update يعني برضو حديث. عندي positive ايجابي زي favorable، favorable دي معناها مفضل، او approving يعني حاجة كده يعني فيها استحسان. عكس negative سلبي، critical، critical يعني نقدي، يعني في نقد، او adverse يعني حاجة عكسية. عندي trap يعني يحبس، زي catch up او capture، capture دي معناها يأسر، او seize معناها يقتنص او يحاصر. عندي release يعني يطلق سراح، او free يحرر، او liberate، كل ده معناه يحرر او يطلق سراح. عندي stress دي يعني مضغوط، زي nervous عصبي او متوتر، tense متوتر، upset منزعج، irritated متضايق، agitated، وعندي disturbed منزعج، عكسهم relaxed، rested، unconcerned. عند recent يعني حالي، زي current، modern، developed متطور، evolved متطور، advanced يعني متقدم. عكسهم بقى primitive، primitive يعني ايه؟ primitive يعني بدائي، او old fashioned موضة قديمة، او antique قديم. عند constant ثابت او مستمر، ceaseless يعني لا يتوقف، permanent مثلا تساويه دائم. عندي lasting، lasting معناها برضو دائم أو مستمر، عكس changeable متغير، variable متغير، occasional برضو يعني مش بيحدث على طول، regular منتظم زي constant ثابت، أو frequent أو habitual معتاد، عكس occasional. عندي main رئيسي زي chief رئيسي، leading ريادي، principle يعني إيه؟ principle يعني أساسي. عكس minor يعني ضئيل، slight برضو ضئيل، trivial، تريفيال دي معناها تافه. عندي امباكت تأثير زي افكت وانفلونس، مارك. عكس هيلبلسنس يعني حاجة ملهاش أصلا تأثير، ويكنس ضعف. عندي اناكشس يعني قلق، زي ايدجي، نيرفس، تنس متوتر، نيرفي. عكس كام، كول، ريلاكسد مستريح أو هادي الأعصاب. عندي اوبجيكتيف يعني هدف، زي ايم وجول، انتنشن، تارجت. طبعا ملهاش هنا ايدي، عكس. نشوف مجموعة الأسئلة دي، بس الأول نعمل مراجعة سريعة كده على الكي فوكابلوري. عندي بالانسد زي ما احنا عارفين يعني متوازن أو عادل أو موضوعي، بايس يعني يتحامل أو يتحزب أو يحرض. عندي بايس كاسم معناه تحامل أو تحزب أو تحيز. سيتيزن جورناليزم يعني صحافة المواطن. عندي مسليد، الماضي منها مسلد يعني يضلل أو يخدع.
عندي بعد كده misleading مضلل او تستخدم كاسم بمعنى التضليل. omission يعني الحذف او الاستبعاد. placement يعني وضع شيء في مكان معين. point of view يعني وجهة نظر او رأي. spin يعني تلفيق او تزيين الامور. spin تيجي بمعنى يقنع بتزيين الكلام او يحور يعني. inaccurate يعني خاطئ او غير دقيق. نبدأ بالسؤال الاول. السؤال الاول بيقول social media وسائل التواصل الاجتماعي has made جعلت ايه possible. يبقى جعلت هنا journalism citizen يعني صحافة المواطن ممكنة. يعني ايه صحافة المواطن؟ يعني انت راجل بتنشر بوستات فانت كده صحفي، بس دي صحافة خاصة بيك انت على الصفحة بتاعتك، كأنه الصفحة بتاعتك هي الجريدة الخاصة بيك. البوست اللي بتنشره يعتبر هو المقال اللي انت بتكتبه. question number 2 بيقول having a diet. diet دي معناها زي ما احنا عارفين نظام غذائي. عايز صفة للنظام الغذائي ده. keeps you بتخليك healthy and fit. يبقى الإجابة الصحيحة balanced. balanced دي معناها متوازن. question number 3 بيقول the of the article المقال in the first pages في الصفحات الأولى shows يبين it's very important مهم. كونه يتحط في الصفحات الأولى يبقى ده يعتبر placement يعني وضع شيء أو مقال في مكان. question number 4 بيقول this referee معناه حكم المباراة has عنده a clear 8 words تجاه our team. he didn't even consult مرضش حتى consult يعني يستشير the VAR. الفار روم غرفة الفار about the penalty بشأن ضربة الجزاء. الفار اللي هي اختصار فيديو اسيستنت ريفريز اللي هم الحكام الفيديو المساعدين. يبقى طالما ما رضيش يستشير الفار يبقى هو كده عنده بايس يعني عنده تحامل او يعني تحيز. question number 5 بيقول the salesman البائع tried حاول to persuade me يقنعني to buy اشتري by putting عن طريق وضع a positive A on the advantages على مميزات of their products المنتجات. يبقى كده هو positive spin يعني لف ودوران او تحوير. يعني البائع هنا عشان يقنعني انني اشتري فبيحور بس حاجة كده ايجابية يعني بيشكر مثلا في البضاعة بتاعته وبيقول كويسة كده. of misleading information يعني المعلومات المضللة. question number 9 بيقول this is misleading report ده تقرير مضلل. in the sentence في الجملة دي misleading مضلل is هنا بيقول لي is misleading. طبعا هنا report ده يعتبر اسم فmisleading دي تعتبر صفة مضلل يبقى دي اقول عليها adjective. question number 10 بيقول misleading voters الناخبين المضللين is a crime جريمة. in the sentence في الجملة دي misleading is misleading هنا voters تعتبر هنا noun اسم لانه لما اقول misleading voters مش معناها الناخبين المضللين معناها تضليل الناخبين يعني يضحك عليهم. question number 11 بيقول bullying التنمر is a problem مشكلة ايه. it affects تؤثر على all members كل افراد of community يعني المجتمع يبقى دي social problem مشكلة اجتماعية. question number 12 بيقول you need انت محتاج to a this mobile application يبقى الإجابة الصحيحة update معناها تحدث. question number 13 don't interfere لا تتدخل with other people's in يبقى with other people's affairs كلمة affairs معناها أمور أو شؤون. question number 14 بيقول the death of her aunt وفاة عمتها had a sad A on her يبقى كده sad impact كلمة impact دي معناها تأثير. question number 15 بيقول but for دي معناها لولا your A I wouldn't have solved my problems يبقى لولا your A ما كنتش أقدر أحل المشكلة دي يبقى your support يعني دعمك أو تأييدك. question number 16 the writer الكاتب of this article هذا المقال left out كلمة left out دي معناها استبعد الكاتب استبعد a information to mislead لكي يضلل the readers القراء يبقى certain information معلومات محددة أو معينة. question number 17 بيقول the manager المدير asked يعني سأل حموكشة عارفين حموكشة سأل حموكشة to a the long report for him يبقى to summarize إن هو يلخص summarize يعني يلخص the long report for him. question number 18 بيقول sending and receiving emails يعني إرسال واستقبال الإيميلات
is one of the secretaries. يبقى secretaries responsibilities. Responsibilities يعني مسؤوليات. Question number 19. Revising مراجعة the present perfect المضارع التام is one واحدة of the A of unit 1. يبقى objectives. Objectives دي معناها أهداف. أحد أهداف الوحدة الأولى. Question number 20 بيقول A is thinking تفكيره. Because he is wise لأنه هو حكيم. يبقى I trust. وترست دي معناها أثق. أثق في تفكيره. Question number 21. I am by the amount كمية of work العمل I have to do every day. يبقى I am stressed. Stressed يعني مضغوط. أنا مضغوط من كمية العمل. Question number 22 بيقول Mr. أشرف. His students طلابه to encourage them. لكي يشجعهم. تريد يقرأوا the passage القطعة. يبقى هنا brainstormed. يعني عمل عملية عصف ذهني. Question number 23. I have downloaded حملت the last Facebook A. يبقى last Facebook updates. Updates استخدمها كاسم بمعنى تحديثات. Question number 24. The great A Dr. علاء had made saved the injured man's life. يبقى the great efforts يعني الجهود العظيمة التي قام بها الدكتور علاء أو الدكتورة آلاء. احنا نعمل ايه؟ آلاء بتتكتب زي علاء. Question number 25 بيقول don't try لا تحاول to aim me to waste تضيع my time chatting online. يبقى هنا don't persuade me لا تقنعني أن أضيع وقتي. Question number 26 بيقول this book هذا الكتاب has a information معلومات about the new types of exam questions. يبقى this book هذا الكتاب has up to date information يعني معلومات حديثة زي modern أو contemporary معاصرة أو updated. Question number 27 بيقول the door الباب closed and the cat القط was A in the bathroom في الحمام. يبقى the cat was trapped معناها زي ما يكون كده وقع في الفخ أو اتحبس. Question number 28 بيقول doing A aims يهدف at collecting جمع accurate information معلومات دقيقة. يبقى هنا doing surveys اللي هي surveys اللي هي إجراء استطلاعات الرأي يهدف إلى جمع accurate information معلومات دقيقة. Question number 29 I used استخدمت powerpoint in يبقى slides. كلمة slides دي معناها شرائح. شرائح العرض بتاعت powerpoint to make my presentation. Presentation معناها عرض تقديمي. Question number 30 بيقول I ate on the icy ground. Icy ground يعني أرضية. Icy يعني ثلجية. And broke my leg. يبقى هنا أقول I slid معناها انزلقت. Question number 31 in the past في الماضي there was strong cultural A against women ضد السيدات. يبقى cultural bias معناها تحيز أو تحامل أو ظلم ثقافي ضد السيدات. Question number 32 بيقول A is an opinion رأي about whether a person عما إذا كان الشخص أو جروب المجموعة or idea أو الفكرة is good كويسة or bad أو سيء that influences how you deal with it. يبقى ده بقول عليه هنا bias يعني التحامل أو التحيز. Question number 33 بيقول your A is a particular attitude يعني الرأي or opinion that you have about something. يبقى رأيك عن الشيء. يبقى ده point of view يعني وجهة النظر. Question number 34 إيه من دول الزاوية الطريقة someone talks شخص يتحدث about information بشأن المعلومات or situation أو موقف especially خاصة in order to influence للتأثير على زاوية طريقة people in that think about it. إيه الزاوية someone talks about information الطريقة اللي الشخص بيتكلم بيها عن معلومات or situation أو موقف خاصة لكي يؤثر على الطريقة اللي الناس بتفكر فيها فده سبن إن هو يحور يلفق بلف ويدور. Question number 35 بيقول to A is to make someone believe something that is not true. تخلي حد يصدق انه حاجة مش حقيقية. حاجة مش حقيقية. By giving them تعطيهم information معلومات. That is false المعلومات خاطئة or not complete او غير مكتملة. يبقى كده مسليد. كلمة مسليد معناها يضلل. Question number 36 بيقول the adjective صفة A من دولة means معناها not completely correct. مش صحيح تماما. يبقى هنا inaccurate. Inaccurate يعني غير دقيق. Question number 37 إيه من دولة means تعني reports تقارير and pictures وصور of events من الأحداث recorded مسجلة
by ordinary people بواسطة ناس عاديين and shown تعرض especially in the internet. يبقى دي بقول عليها citizen journalism يعني صحافة المواطن. Question number 38 بيقول to be أن تكون إيه means معناها giving equal attention تعطي اهتمام متكافئ to all sides لكل جوانب or opinions أو الآراء. يبقى إنك أنت to be إنك أنت تكون إيه معناها إنك أنت تدي اهتمام متكافئ أو متساوي balanced لأنه مستخدمة هنا صفة يعني balanced متوازن. Question number 39 من دول is the act عمل of finding إيجاد somebody شخص ما suitable job وظيفة مناسبة or place مكان to live يعيش فيه. يبقى الإجابة الصحيحة placement يعني وضع شخص أو شيء في مكان. خلي بالنا هنا في الفوكابلر ستادي verbal collocations متلازمات لفظية خلي بالنا عشان نحل على الأسئلة. عندي avoid يتجنب أقول مثلا avoid the negative effects يعني يتجنب الآثار السلبية. عندي لما أقول become the main source of يصبح المصدر الرئيسي لي brainstorm ideas يعني يستثير الأفكار يعمل عملية عصف ذهني للأفكار. get anxious يعني يتوتر لأنه get هنا يعني هنا معناها become يصبح anxious متوتر. لما أقول get regular updates يعني يحصل على تحديثات منتظمة. عندي give يعني يلقي أو يعطي a lecture محاضرة give reasons يعني يعطي مبررات أو أسباب keep up to date with يعني يواكب. عندي have تيجي مثلا أقول have negative impact on له تأثير سلبي على. لما أقول مثلا have social a social responsibility يعني لديه مسؤولية اجتماعية. لما أقول have internet access يعني له حق الدخول على الإنترنت make every effort فأنا بقول make effort يعني يبذل قصارى جهده. make effort دي بتساوي do مع كلمة best واستخدم في النص صفة ملكية يعني أقول do my best do his best وهكذا. عندي spread false information يعني ينشر أخبار كاذبة أقول spread مع الأخبار والأمراض والأوبئة وكده. لكن publish ينشر مع الكتب. suggest a solution يعني يقترح حل. عندي support يدعم your opinion يعني تدعم فكرتك. take a photo يلتقط صورة. نشوف الأسئلة المبنية على الجزء اللي فات. السؤال الأول بيقول مستر أيمن asked us طلب مننا to a ideas أفكار to support لكي ندعم our opinions آرائنا. يبقى هنا طلب مننا to brainstorm ideas يعني نستثير الأفكار. question number 2 بيقول I have to every effort الجهد احنا قلنا كلمة effort تاخد make effort يعني يبذل جهد. question number 3 بيقول it's better من الأفضل if you regular updates يعني تحديثات منتظمة for the applications the تطبيقات on your المفروض هي tablet. يبقى it's better if you regular updates يبقى عايز أقول هنا يحصل على تحديثات منتظمة يبقى get مع regular updates. عندي you need أنت تحتاج to know تعرف how the negative effects إزاي التأثيرات السلبية of social media can be يمكن أن تكون يبقى can be avoided يمكن تجنبها صيغة مبني للمجهول. question number 5 بيقول we must يجب علينا إيه up to date يعني زي كده مواكبين with the latest advancement يعني التطورات الحديثة in science and technology. يبقى we must keep up to date يعني نظل مواكبين. question number 6 بيقول losing the match فقدان المباراة ايه a negative impact تأثير سيء on the team's fans على جماهير او خسارة المباراة. يبقى هنا had كان ليه تأثير عشان بقول have impact وhas. The Egyptian knowledge bank بنك المعرفة المصري has a the main source المصدر الرئيسي of professional educational support. يبقى the Egyptian knowledge bank بنك المعرفة المصري has become لقد أصبح المصدر الرئيسي. question number 8 بيقول the last lecture آخر محاضرة دكتور سميرة. يبقى دكتور سميرة gave لأنه give a lecture يعني يلقي محاضرة. question number 9 بيقول it's crime جريمة to a false information معلومات خاطئة. يبقى to spread يعني تنشر معلومات خاطئة. خلي بالنا من السينونيمز المترادفات. عندي balanced يعني متوازن عارفين balanced دي معناها متوازن دي السينونيم او المينينج المراد في بتاعها fair عارفين fair يعني عادل unbiased يعني غير يعني
يعني مش متحيز او اوبجكتيف. اوبجكتيف دي معناها ان هو يكون موضوعي. عندي بايس اللي هو التحيز او التحامل او الظلم، دي بتساوي مثلا بريجدايس اللي هي تحامل، يعني بتحامل على حد او يعني بظلمه، او بارتشاليتي معناها انه ما اكونش محايد يعني اكون منحاز. عندي inaccurate غير دقيق بتساوي inexact يعني مش بالفعل، او imprecise يعني غير دقيق، incorrect غير صحيح او wrong. عندي بعد كده misleading مضلل زي deceptive يعني مخادع، او confusing. confusing دي معناها محير او مربك. deceiving يعني برضو خادع، false يعني خاطئ او مزيف، omission يعني حذف او ازاله دي زي deletion او leaving out استبعاد، او exclusion برضو استبعاد. نيجي بعد كده للانتونيمز المتضادات، balanced اللي هي معناها يعني عادل او متوازن، عكسها biased يعني متحامل، partial او imbalanced. عندي bias كاسم، دي اسم بمعنى اللي هو التحيز نفسه او التحامل، عكس objectivity. objectivity دي معناها الموضوعية، او fairness يعني العدل، او impartiality. عندي inaccurate يعني غير دقيق، عكس accurate دقيق او exact. omission حذف، عكس addition. addition دي معناها اضافة، او inclusion يا inclusion دي معناها تضمين او ضم. شوف بعد كده الاكسرسايزز. question number 1 بيقول omission يعني الحذف، and inclusion والتضمين are. الحذف والتضمين دول هما antonyms يعني متضادات. question number 2 بيقول the omission of the verb makes يعني حذف فعل makes of the verb، حذف الفعل makes يجعل the sentence meaningless، يجعلها ليس لها معنى. in the sentence omission اللي معناها حذف، can be replaced تستبدل ب، ممكن اقول leading out او deletion، يبقى الاجابه A و C لان هما اتنين معناهم حذف بيساوي omission. عندي 3 بيقول the content المحتوى of this report، محتوى هذا التقرير is misleading. طبعا عارفين misleading يعني ايه، misleading يعني مضلل. the synonym مرادف of misleading مضلل في هذا الكونتكست السياق. misleading هنا معناها is a misleading يعني false يعني خاطئ. طب question number 4 بيقول when someone is biased، لما واحد يكون متحيز، he is not expected من غير المتوقع to give ان هو يعطي ايه، يبقى يعطي. الجملة دي ناقصة مثلا، هكملها مثلا كلمة opinion يعني يعطي رأي ايه، يبقى balanced، لان هو لما يكون biased مش هيدي رأي balanced يعني عادي. طيب نشوف بعد كده الديريفاتيفز المشتقات. عندي balance يعني يتوازن او يوازن، دي الفعل. الاسم منها balance اللي هو التوازن، نفس الكلمة مرة اسم ومرة فعل. balanced دي صفة، فدي معناها عادل او متوازن، عادل او متوازن، ما فيش منها adverb. عندي bias يعني يتحامل او يتحزب او يحرض، الاسم منها برضو bias، تحامل او تحزب او تحيز. bias هي صفة. عندي bias، وعندي هنا unbiased يعني غير متحامل. طبعا هنا ما فيش فعل. عندي accuracy الدقة، inaccuracy عدم الدقة، دي الاسم نفسه الدقة وعدم الدقة. عندي accurate و inaccurate دقيق وغير دقيق. عندي accurately بدقة، دي الظرف او الحال، وده ظرف طريقة. عندي بعد كده misleading يضلل او يخدع، misleading ده الاسم نفسه التضليل او الخداع، ونفس كلمة misleading تستخدم كاسم وكصفة، فmisleading معناها مضلل او مخادع، misleadingly بشكل مضلل ده الظرف او الحال. عندي omit يعني يحذف او يستبعد، دي الفعل، جاي منها الاسم omission الحذف او الاستبعاد. omitted دي الصفة معناها مهمل او محذوف، يعني omitted information يعني معلومات محذوفة، يعني زي deleted كده information. عندي place يضع، placement دي طبعا يضع اللي هو الفعل، يضع تستخدم كاسم بمعنى مكان. placement وضع او توظيف او تشغيل، ده الاسم منها، مفيش منها صفة ولا مفيش منها ظرف. شوف الأسئلة المتعلقة بالجزء اللي فات اللي هو جزء المشتقات. أول سؤال بيقول it is not honest، ليس من الأمانة، to a others الآخرين. طبعا to دي عايزة بعديها فعل في المصدر، فنستخدم mislead يضلل كفعل في المصدر.
question number 2 بيقول this is article او this article على طول هذا المقال has a information. information دي اسم فانا محتاج قبله صفه فانا اقول misleading information معلومات مضلله. question number 3 بيقول there is too much a in your article في المقال against the other team ضد الفريق الاخر يبقى في bias تحامل او تحيز لانه ماتش دي تعتبر صفة بيجي بعدها اسم فالاسم بايس لكن بايس دي صفة معناها متحيز. question number 4 بيقول as a football fan كمشجع لكرة القدم I am a I support Liverpool يبقى I am دي بيجي بعدها صفة verb to be بعد صفة يبقى بايس يعني متحيز للفريق. question number 5 بيقول we have to a freedom حرية of opinion الرأي against the public interest المصلحة العامة يبقى تو هنا عايزة فعل في المصدر يبقى علينا أن بالانس يعني نوازن. question number 6 بيقول freedom of opinion حرية الرأي is a against طبعا is دي بيجي بعدها صفة يبقى is balanced يعني متوازنة against public interest. question number 7 بيقول don't depend on لا تعتمد على this a information يبقى this طبعا information دي اسم فانا عايز صفة يبقى inaccurate المعلومات الغير دقيقة وما قلتش accurate عشان المعنى لانه المعلومات دي لا تعتمد عليها يبقى غير دقيقة. question number 8 بيقول to be a good learner لكي تكون متعلم جيد of English one should يجب على الفرد be keen on his fluency يعني يكون حريص على fluency معناها الطلاقة او الفصاحة بتاعته and وكمان يكون كويس في الاكيوريسي accuracy يعني الدقة عشان هنا عطف اسم على اسم fluency and accuracy. question number 9 بيقول to show that an article is important عشان تبين ان المقال ده مهم the editor المحرر it in the first page في الصفحة الاولى يبقى to show that an article is important هذا الملف مهم the editor المحرر ايه يبقى انا هنا عايز هنا فعل عشان الايديتور ده يعتبر هو مين الفاعل يبقى places يضعه في الصفحة الاولى. خلي بالنا من الاكسبريشنز التعبيرات والايديومز المصطلحات careful about حريص على constant cycle حلقة او دورة متصلة constant cycle عندي current affairs الاحداث الجارية عندي in general بصفة عامة خلي بالنا in people with spades أشخاص معهم مجارف يعني زي جروف كده عندي positives and negatives إيجابيات وسلبيات زي كده pros and cons زي pros and cons عندي بعد كده post on social media present as يعني ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي record snowstorm يعني عاصفة جليدية استثنائية أو شديدة عندي share on social media يشارك على وسائل التواصل الاجتماعي social responsibility يعني مسؤولية اجتماعية عندي بعض حروف الجر عندي agree with يتفق مع او يوافق على ودي جت في امتحان 2022 عندي dig out يعني يستخرج او ينقب عن طلع حاجة من الارض leave out يعني يستبعد او يسقط sum up يعني يلخص trap in يعني يحتجز فيه عندي بعد كده A gang of thieves أول سؤال A gang of thieves يعني كلمة gang دي معناها عصابة من اللصوص Where arrested قبض عليهم While digging a ancient Egyptian antiquities اللي هي الأثار القديمة يبقى dig out يستخرج بالحفر. question number 2 بيقول Leave a the students who failed يبقى leave out معناها استبعد أو قم باستبعاد استبعد الطلاب هو فيلد الذين رسبوا في the exam from the school trip. question number 3 بيقول mom went out خرجت and locked أغلقت the door الباب leaving me تركتني trapped my room with trapped in يعني زي محبوس كده في الغرفة. question number 4 بيقول أحمد presented me to his friends a his teacher يبقى as his teacher قدمني كأستاذ. نيجي بعد كده هنا بيقول لي كل ما يخص المفردات الرئيسية عندي balance يعني اتزان او توازن او تكافؤ imbalance يعني اختلال التوازن يعني عملها IM حط لها البريفيكس IM he lost his balance فقد التوازن بتاعه and fell to the ground man has upset the balance of nature يعني زي ما يكون كده ازعج توازن الطبيعة
عندي بالانس ليها معنى تاني، تيجي بمعنى رصيد في الحساب البنكي. I was surprised and dash to know that، عشان ان انا عرفت my father's balance is zero. balance اللي هو كده جاب معنى رصيد. عندي the balance، لما اجيب ذا قبل كلمة balance يبقى المخزون او المتبقي، بتساوي the rest. the balance of cheese، مخزون الجبنة. in the market، في السوق. is nearly nothing، لا شيء. عندي بعد كده balance تيجي بمعنى ميزان، زي scales كده. most shopkeepers، معظم اللي هم اصحاب المحلات، now have digital balances، يعني موازين رقمية. خلي بالك من التعبيرات دي، keep your balance، يحافظ على اتزانه. lose your balance، تفقد اتزانك. the balance of power، توازن القوى. the balance of nature، توازن الطبيعة. عندي balance جاء هنا كفعل بمعنى يوازن او يعادل او يتوازن. عندي balanced دي صفة تيجي بمعنى موضوعي او محايد، زي fair يعني كده عادل. عندي balanced دي صفة تيجي بمعنى متوازن. you need، تحتاج تفولو، تتبع. balanced diet، نظام غذائي متوازن، to keep fit. عندي balanced كadjective تيجي بمعنى عاقل او حكيم. unbalanced بمعنى طائش او متهور. I like the fact، احب الحقيقة. that she is balanced person، يعني شخص متوازن يعني فكريا، متزن فكريا يعني. نيجي بالنسبة فيما يخص bias. عندي bias طبعا الماضي بالاي دي، against يعني يحرض على. the journalist الصحفي has bias the fans، يعني حرض الجماهير. against ضد the captain of the team، كابتن الفريق. bias يعني يؤثر سلبيا على. his wife's opinion يعني رأي زوجته. has biased his decision يعني أثر سلبيا على رأي زوجته. عندي bias تاخد حروف جر زي towards يعني تحيز، اتجاه، ضد، in favor of يعني مع، against. all students should be evaluated يعني يجب أن الطلاب دول هم evaluated يعني يقيم. without bias من غير تحيز. عندي biases biased towards أو in favor of أو against دي adjective طبعا دي صفة. عندي placement، place يعني مكان أو موضع. place تيجي بمعنى دور. I'm against the idea that women's place يعني دور المرأة، يعني هنا place تيجي بمعنى role، دور المرأة. is in the home في البيت. عندي place كفعل تيجي بمعنى يجعل شيء عرضة لي أو يضع في مكان، زي bot. Sama placed the vase يعني وضعت الفازة carefully بعناية. on the table. never place your children at risk يعني لا تجعلهم عرضة للخطر. a good student طالب جيد places their education above having fun يعني يضعها كده في مكان يعني فوق المرح. خلي بالك من التعبيرات دي، انا عندي placement تيجي بمعنى توظيف او الحاق به او ايواء. this charity هذه الجمعية الخيرية provides تقدم job placement يعني زي كده توظيف service خدمة توظيف. عندي placement أو work placement دي نوين دي تدريب عملي كجزء من برنامج دراسي. بقول when I was a student in the faculty of education I was sent or sent out to on placement as a training. عندي placement وضع في مكان أو موضع معين. the editor يعني المحرر of the newspaper controls يتحكم the placement يعني هو اللي بيقول الخبر بيتحط فين بالظبط. المكان of news stories according to importance طبقا للأهمية. نكمل حل واجب الجزء الثاني على كلمات يونت 1. السؤال الأول بيقول most of us معظمنا need محتاج to lead more lives. هنا lead مش معناها يقود، lead هنا معناها يحيا حياة to be healthy and happy يبقى balanced life حياة متوازنة. question number 2 بيقول I lost فقدت my A and fell backwards يعني وقعت، يبقى هنا I lost my balance يعني فقدت توازني. هنا كلمة balance معناها توازن. question number 3 بيقول she is a cup الكوب on her knee على ركبتها with a great skill بمهارة عظيمة، يبقى هنا she balanced. balanced يعني قامت بعملية موازنة او توازن يعني. question number 4 بيقول employers اصحاب الاعمال must consider لابد ان يضعوا في الاعتبار all candidates كل المرشحين impartially يعني بدون تعصب and without بدون bias بدون تعصب او تحيز. question يعني impartially دي معناها بنزاهة يعني بعدل. question number 5 بيقول the report التقرير suggests يقترح that television reporting
is it where this, the government in power, يبقى is biased يعني هو متحيز تجاه سلطة الحكومة. Question number 6 بيقول statistical graphs. يا statistical دي معناها إحصائي يعني متعلق بالإحصاء. البيانات الإحصائية أو الرسم البيان الإحصائي. Maybe قد يكون إيه and misleading. Misleading مضلل يبقى ظلام عطفه على and يبقى inaccurate غير دقيق. Question number 7 بيقول as a journalist كصحفي you simply cannot tolerate. تولرت معناها لا تتسامح فيه او لا تتهاون او لا تغض الطرف عن accuracy. Accuracy يعني الدقة. Question number 8 بيقول don't let his friendly manner. لا تسمح او تدع friendly manner يعني اسلوبه الودود. AU يبقى mislead you يضللك. Question number 9 بيقول some of the information بعض المعلومات was dangerously. A it was false كانت خاطئة. يبقى dangerously misleading مضللة بشكل خطير. Question number 10 بيقول please من فضلك do not any details أي تفاصيل however trivial يعني مهما كانت trivial حتى لو كانت تافهة حتى لو كانت يعني ملهاش قيمة أو غير مهمة زي may seem. يبقى الإجابة الصحيحة omit يحذف. Question زي delete كده أو leave out. Question number 11 بيقول everyone الجميع was surprised مندهشين at her A from the squad they know عرفوا she is a good player لعب كويس. يبقى كلهم اندهشوا من her omission يعني استبعادها من القائمة. طبعا omission عكس inclusion هنا. Question number 12 بيقول he completely disregarded my A of view يعني زي تجاهل كده أو ما حطش في الاعتبار my point of view يعني وجهة نظري في الإجابة C. Question number 13 بيقول politicians السياسيين put their own A on the economic situation على الموقف السياسي يبقى spin يعني حط اللمسة بتاعته يعني حور يعني يعني عمل تحوير كده في الموقف السياسي زي change the facts بيغير الحقائق. Question number 14 بيقول I don't trust him لا أثق فيه as he is always دايما A facts يبقى هنا بيعمل ايه للحقائق يبقى spinning facts. Spinning facts معناها بيحور او بيلف ويدور في الحقائق. Question number 15 بيقول the content يعني كلمة content دي معناها زي ما احنا عارفين محتوى of media A includes يشمل scripting يعني يعمل script و editing اللي هو يعني التعديل and camera work يبقى هنا ميديا كورس يعني زي كده بياخد كورس في الميديا. Question number 16 بيقول his lecture محاضرته was illustrated. illustrate معناها يوضح تم توضيحها was a taken during the expedition الرحلة الاستكشافية يبقى سلايد زي شرائح كده بيعرضها اثناء expedition. expedition دي معناها رحلة استكشافية. Question number 17 I think أعتقد we can find نجد A يبقى نجد بديل for you leak in the accounts department قسم الحسابات يبقى نجد مش هنا بديل نجد لك placement يعني مكان يعني وظفوه فيه في قسم الحسابات. Question number 18 بيقول samples العينات are A free in the company في الشركة يبقى العينات دي are presented يعني تقدم مجانية. Question number 19 بيقول she has لديها the A of popular women's magazine she is the يعني هي تكون يبقى the editor يعني هنا معناها محرر. Question number 20 بيقول we were greatly encouraged يعني نحن تشجعنا by the A we received تلقيناه يبقى support يعني الدعم الذي تلقيناه support يعني دعم أو مساندة. Question number 21 بيقول certain characteristics يعني خصائص كلمة characteristics دي معناها خصائص خصائص أو سمات معينة can be developed تتطور through من خلال selective breeding synonym مرادف for certain معين يبقى دي specific يعني محدد لأنها بتساوي certain يعني معين. Question number 22 بيقول technology has had an irreversible effect مفيش effect طبعا كنت عايز اقول effect بالاي مش موجودة يبقى impact تأثير on society على المجتمع.
question number 23 بيقول weaving and knitting. knitting دي معناها حياكة، يعني زي الخياطة كده. weaving دي زي الغزل كده، بيغزل الغزل والنسيج زي الغزل. وknitting دي معناها حياكة اللي هي الخياطة. are a cottage industry الصناعات، يبقى دي traditional يعني تقليدية. question number 24 كان ممكن طبعا هنا اقول conventional اللي هو موجود. question number 24 بيقول he was careful، كان حريص enough بدرجة كافية to a up every detail كل تفاصيل، يبقى check يعني يفحص. question number 25 بيقول the company الشركة provides تقدم help achieve internet access يعني دخول او وصول الانترنت. question number 26 بيقول a friends are worse than open enemies، افضل من open enemies، يبقى هنا هقول false friends يعني الاصدقاء المزيفين اسوأ من الاعداء اللي انت بتعرفه. question number 27 بيقول internet providers continuous to the world، يبقى continuous updates تحديثات مستمرة. question number 28 بيقول betraying يعني خيانة. خيانة ايه؟ is a very quick and painful way، طريقة مؤلمة جدا وسريعة. to terminate يعني تنهي، كلمة terminate معناها تنهي او تقضي على friendship صداقة، يبقى betraying trust يعني خيانة الثقة. question number 29 he annoys us يعني هو يزعجنا او يضايقنا. by making عن طريق عمل ايه؟ complaint شكاوي. ايه يبقى constant؟ constant معناها مستمر، بيعمل شكاوي بيشتكي بشكل مستمر. question number 30 بيقول two passengers اتنين من المسافرين are still ما زالوا trapped يعني محتجزين in the wreck في الحطام. question number 31 I was really out before the exam I was anxious كنت قلق، يبقى I was really out before the exam، يبقى الإجابة الصحيحة هنا تبقى stressed يعني متوتر. question number 32 Maria is very interested in politics مهتمة بالسياسة and current affairs يعني الشؤون الحالية الأمور الجارية يعني الشؤون الحالية زي الأحداث الجارية كده. question number 33 he always a sure، يبقى هنا هقول made sure إن جامل make sure يتأكد. question number 34 management الإدارة must take ultimate a for the strike. سترايك دي معناها الاضراب يعني التوقف عن العمل من قبل العمال، يبقى management must take ultimate يعني تتحمل ال ultimate responsibility يعني المسؤولية الكاملة. question number 35 we don't want bus A bus lanes يعني خطوط بالأتوبيس or motorways and we don't want traffic jams. question number 36 بيقول the A warns against يحذر ضد walking alone at night بالليل، يبقى مين اللي بيحذر ضد المشي بمفرده بالليل؟ يبقى الإجابة الصحيحة guards يعني الحراس. question number 37 بيقول the 37 بيقول the indiscriminate، كلمة indiscriminate معناها عشوائي. the indiscriminate use الاستخدام العشوائي of fertilizers الأسمدة أو المخصبات can cause بيسبب ايه problems، يبقى الإجابة الصحيحة long term problems. long term اللي هي الأولى يعني مشكلات طويلة المدى long term problem. question number 38 we took around about to avoid لكي نتجنب the accident الحادثة، يبقى run around about route يعني مسار أو طريق. question number 39 we a magician magician يعني زي ساحر كده بيقدم فقرات to entertain لتسلية the children الأطفال، يبقى we hired يعني زي كده يعني دفعنا له فلوس أو استأجرناه. question number 40 بيقول nothing else لا شيء آخر a to him apart from يعني بعيدا عن his job وظيفته، يبقى matters ده شيء يهمه سوى وظيفته. question number 41 write today's date اكتب تاريخ اليوم the top of the page، يبقى هقول عايز اقول في قمة الصفحة، يبقى هنا هقول at the top of the page. question number 42 بيقول if you prefer اذا تفضل mild flavors اللي هي النكهات المتوسطة reduce قلل or leave a the chili
اللي هو زي في الشطة كده، يبقى leave out يعني استبعد. Question number 43 is a couple relied. Relied معناها اعتمد، تاخد حرف الجر on. Question number 44 I'll buy the most a virgin. I don't prefer old ones. يبقى عايز اقول يعني اكثر واحدة حديثة، يبقى up to date. Question number 45 he is a professor. استاذ جامعي، he regularly بانتظام، يبقى gives lectures، يلقي محاضرات. Question number 46 Charlie thinks يعتقد money المال، وال A all his problems كل مشاكله، يبقى solve تحل مشاكله. Question number 47 responses الاستجابات will be A on the website tomorrow، يبقى will be posted يعني ستنشر. Question number 48 the teacher المعلم made great A to quiet the students عشان يهدئ الطلاب، يبقى efforts. Efforts يعني جهود، اللي هي الأخيرة efforts. Question number 49 to is a room غرفة means to ask for يطلبها it and pay for it يدفع ثمنها in advance. In advance يعني مقدما، يبقى كده هو بيعمل الغرفة، يبقى بوك يحجز الإجابة ب. Question number 50 بيقول her voice صوتها was quite a her usual one، يبقى هنا صوتها كان هادئ unlike على العكس من her usual one. Question number 51 بيقول his new job وظيفته الجديدة means تعني 18 hours of work every day، يبقى means doing تعني القيام ب 10 hours of work. Question number 52 بيقول the government الحكومة spent انفقت 10 a dollars، عايز اقول 10 مليون دولار. طبعا طالما انا ذاكر العدد يبقى ما يتجمعش مليون ولا 1000 ولا 100 عشان اعتبر يعني ان الجمع ده في العدد. Question number 53 بيقول who knows من يعرف a speaks least، يبقى who knows most من يعرف اكثر يتحدث اقل. Question number 54 a man رجل can succeed ينجح at a anything، يبقى almost يعني تقريبا كل شيء for which he has unlimited enthusiasm. Enthusiasm معناه حماس، unlimited يعني ليس له حدود. Question number 55 بيقول ايه your brother اخوك to come earlier tomorrow morning، يبقى عايز اقول ذكر اخيك، يبقى الاجابة remind your brother. Question number 56 بيقول the A for the disaster. Disaster معناها كارثة. Was engine failure يعني فشل او عطل في المحرك، not human error لو ليس خطأ بشري، يبقى the A for the disaster يبقى reason for يعني سبب الكارثة، لكن مش هقول result ولا effect. Question number 57 بيقول the reason السبب A the problem results، عايز اقول المشكلة بتنشأ منه، يبقى هنا the reason الإجابة الصحيحة هنا هستخدم for which لأن reason تاخد حرف الجر for وبعد كده ضمير الوصل، دي جملة اعتراضية. Question number 58 بيقول her judgments يعني الأحكام بتاعتها are based قائمة on hearsay evidence دليل، عايز اقول بدلا من الدليل يعني حاجات بتسمعها كده يعني مش حقيقية وليس الدليل، يبقى الإجابة الصحيحة rather than بدلا من، كانت تنفع instead of. Question number 59 بيقول we need طبعا هنا other than معناها بخلاف أو غير. Question number 59 we need محتاجين to eat نأكل which restaurant أي مطعم can you eat for us، يبقى recommend يعني ترشحه لنا. Question number 60 بيقول the book الكتاب was published نشرة. Question number 61 بيقول a government الحكومة revenue الدخل and expenditure المصروفات أو الإنفاق should be balanced لازم يتم يعني نعمل له موازنة. balanced means معناها يبقى لازم يبقى harmonic يعني يكون في تناسق كده. an antonym مضاد of the adjective صفة stressed اللي هي متوتر، يبقى عكسها relaxed. question number 63 بيقول they fail فشلوا to carry out يحملوا their objectives يعني carry out هنا معناه ينفذ، ينفذوا الاهداف. السنون المرادف كلمة objectives اهداف، يبقى aims ممكن goals و targets. question number 64 بيقول I think اعتقد it has positive effects له تأثيرات ايجابية on the work. السنون المرادف كلمة positive ايجابي is
يبقى favorable يعني مفضل او محبب. question number 65 will another word معنى اخر for impact تأثير يبقى influence، لان influence هي impact وبرضه بتساوي effect. question number 66 بيقول to trap، trap يعني يحتجز او يأسر، means معناها to capture يعني يستولي او يستحوذ على او يأسر. question number 67 بيقول we need محتاجين accurate information معلومات دقيقة، an antonym مضاد كلمة accurate دقيق يبقى false خاطئ، وممكن اقول inaccurate لو موجود او incorrect. question number 68 بيقول he is the main character هو الشخصية الرئيسية in the play، synonym مرادف كلمة main رئيسي major، major برضو معناها رئيسي بتساوي main. question number 69 بيقول he wouldn't try to mislead هو لم يحاول ان يضللك. It is not his style ليس اسلوبه. synonym مرادف كلمة mislead يضلل، هنا مرادفها يبقى trick يخدع. question number 70 synonym مرادف for bias اللي هو التحامل او التحيز مرادفها is، يبقى هنا اقول هو عايز مرادفها، مرادف كلمة bias يبقى favoritism اللي هي المحاباة يعني انا بجامل حد. question number 71 I asked انا طلبت من the journalist الصحفي سألته when he got a journalism يبقى عايز اقول يعني اشتغل بالصحافة، يبقى الاجابة got into عشان get into معناها يعمل بي. question number 72 بيقول pay no attention لا تعطي اهتمام to his moods يعني مزاج تقلباته. he's just a grumpy and old man. grumpy means كلمة grumpy يعني سريع الغضب، يبقى دي معناها irritable يعني furious كده سريع الغضب، وكلمة grumpy جت في امتحان 2022. question number 37 بيقول ايه من دول is a person who is being taught يدرب how to do particular job ازاي يؤدي عمل معين، يبقى trainee يعني متدرب، لكن trainer مدرب. question number 74 the journalist الصحفي a passage from the president's speech يبقى هنا quoted يعني اقتبس فقرة كده من كلام الرئيس، quoted معناها اقتبس. question number 75 when writing a report عند كتابة تقرير a journalist الصحفي should be يجب ان يكون، لازم يكون objective يعني موضوعي. question number 76 being the A type he stopped توقف to ask عشان يسأل what we were doing يبقى ده شخص نوزي يعني كده متطفل او فضولي. question number 77 keep trying towards your goal استمر في المحاولة تجاه هدفك and never give up ولا تستسلم ابدا، الاجابة B. question number 78 بيقول she did a job she got no money for it يبقى طالما ما حصلتش على مال يبقى ده voluntary work voluntary job يعني وظيفة تطوعية. question number 79 try and smile حاول وابتسم. you don't want انت لا تريد to give people تعطي الناس the wrong يبقى wrong impression، impression معناها انطباع، الانطباع الخاطئ. question number 80 the antonym مضاد of objective، objective دي معناها موضوعي، وعايز مضادها يعني عكسها، عكس موضوعي is biased يعني متحامل او متحيز. وبكده نكون انتهينا من حل جميع التدريبات بتاعت الفوكابلوري المفردات المتعلقة بالجزء الثاني من يونت 1 وشرح طبعا كل الكلام ده. يعني للعلم ان انا وبشرح دلوقتي وبحل في الجملة رقم 80 لو بصيت من فوق على الساعة في الفيديو تمام هتلقى الساعة 3:30 3 دقايق، الساعة 3:30 3 دقايق، يعني يعلم الله ان انا مش ببخل عليك بوقتي ولا بجهدي، يعني وقت راحتي المفروض انا بستعد عشان ابدا شغلي تاني يوم الصبح الساعة 9 الصبح، بطلع من البيت الساعة 7:30 او 8، انا مضحي بكل ده مقابل انني اعمل شيء كويس يعني اساعدك بيه، بدل ما الشغل ده نضيع فيه الحصة وتيجي تدفع فلوس على حاجة ممكن انا اوفرها لك بطريقة انت كده كده هتستفاد منها. فان شاء الله باذن الله موفقين، دعواتكم باذن الله بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامة.